على المقدمات تعبت في جاي اسف شباب لعبتوا حظي مهما بالقوة شباب لو تدرون ايش قد متت شباب اسف والله اسف والله العلي العظيم اسف يلا انقطعوا اعتذر شباب اعتذر خلصت بي جاي يلا 3 2 1 سلام اوكي كان المفروض هي تصيح علي بس مو هي ليش تصيح عليك؟ تذكرين ايش وقت؟ بس ليش تصيح عليك؟ غير رشيت؟ يعني انا رشيت يعني شلون؟ شباب ما تدري منين انا رشيت؟ ها لين كسرت الجامعة وبارة ما بس انا ما اتذكر المشكلة المكان ما اتذكر منين يمكن منين شباب بس وحده احمر ملونته وحده ازرق ملونته وواحد اسود ملونته شنو شباب اذا تحبون قناه ملوك النزالات اعطوا لها لايك واشتركوا بيها شباب ترى والله مو انا قال هي من وحياتها قالت لي يلا نساني وين كنا اروح هاي شباب والله سويت صامت يلا تذكرون مرة راح تنزل علينا بالوجه نقول بعد مرة اريد اسوي 90 درج بعد مرة بعد مرة بدون ساعة السال يكون اسوي يتصل شباب شان ايش صار سويت صالح شوف وين وصلت يقولون هلا اساس انه هنا أنا مات هاقي واقي هاي بي مياو 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 but to be or not to be that is the question بي بس صارت مرة ثانية طلع لي بس انت قاعد تكمل فيديو انا قاعد اكمل الفيديو ترى مشتغل يقولون على اساس هنا انا ما تاقي وقت وين هنائي وين ما ادري اني بس هنا انا ما تاقي وقت ريش خلص عبد الاخير اوكي بس خلاص هنا انا وين ايه هنا لا ما ادري هسه كون اخليهم يجون هنا خل انزل خل بالخطر شوية بعد لفوق هسه هنا
وندوسهم على بعض. عرف شوف كنجون المعركة. ها هاي ما لحلها واحد بس مدام أنا قبل شوي حليت تسمى واحدة فما أعرف حلها واحدة بس المفروض هنا لا كمين. أوكي خلي خلا أنتو نقول سنتين سعدون تجين هنا خلص اللي بعد أو لا جوز مين قال هذا هاي ما لك جوز هاي إيه مفروض يلا ما تفهم خلاص هاي أحتاج أنا الدنيا ليه لا مو هنا بس أحتاج أدوس السفر سكوناتي سويت قصة عن تريا شباب يلا تمام زي الفل خلاص عد وايد مسعد بوك الثاني بوك بوك مسعد بوك مسعد بوك طابوك قصة شباب شنو سا آسف شباب على خصي الطيب يجي أروي فطومة أختي هسا أنا مرات أقول نونة مرات فطومة نونة لقبها لا اسمها فطومة بس لقبها نونة أقول يلا. شي شكل الدمية بونزو بوني بوب هسا لا تنقل علينا مامي لا بعد وقت بعد وقت هنا هنا أقصد بعدين هنا يسوون تجارب على الأطفال تدرين هنا يسوون تجارب على الأطفال هسا إذا ما تقدر تطول ما تقدر أجي من أرجع لا مو من هاي مو من ما أقدر أحط ينخلني أشوف شكل المصنع اللي سووا اختبار بالأطفال شنو مراوتك يا توني ما شفته كله صراحة ما أشوفها ها هاي 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 شنو شو متت؟ أنا ما طحت لا أنا شلبت بيها. بي باتل ونادي باتل نونا جيبي للقاعدة مال الشجاع هاي اللي هيك تسوي لها وتطلع لفوق. نونا شوفي نونا باعي هاي القاعدة مال الشجاع من هيك تسوي لها وهي تطلع لفوق. الزرقة جيبي ليها. قاعدة الشجاع المتقي. شباب قضوي دب 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 ها شباب شلبت بيها ووقعت سا حطيتي اوكي راح تنفتح هسه هسه لا 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 ما طلع مو هاي هنا
القاعدة الزرقاء مع الشجاع من هيجي نسوي لها، وهاي تطلع لفوق. هاج هذا ودي الحصن، ودي الحصن، تعالي ودي. جابت لي الحصن. قاعدة الشجاع المعتقد جابت لي الحصن المسلح. ها بدأت؟ تمام. هسا اللي يكون أسوي نحط أيدي نبفر نطير. سكت. لا مشكلتي شا مو مشكلتهم. أنا ما أدري إيش بيه. شو وين الحصان؟ شو بيه سلوبس الحصان؟ والله ما أدري ليش عندنا يا بيه سلوبس أو مشكلة الدرايفر. طلع مشكلة الدرايفر. درايفر غريب، درايفر لهيب المقوى. شو لا نونة، هذا الدرايفر الأزرق. روح قل لي ساقط، اعطيني قاعدة الشجاع المتقد. منتقد راحت قالت له يقصد قاعدة الشجاع المنتقد. لا عليكم شباب، لا وين صار اوكي طيني يلا خذي ذني وروح. اوكي مديت وردي هذا سوق قاعدة الشجاع البار. خل تخلص هاي مطاطة نقضيني. خلصت، خل اسويها قاعدة الشجاع البارق. اول شي خل اطبب هاي. لا بعدي وديتيهن. يلا باعي هسا هد ناخذ نجيب جاي نطفر نروح نحط هنا ناخذ مدري وين احطها. لا ما عرفت السالفه. يلا خليني ارجع. عرفت السالفه شباب. ناشكو أميرة بليز أرزع ما اختبار الجانبي الأطفال. هسا روشي هسا أول شي نجحنا نطفور الروح نجح إيدي. يا ربك من سواهي سواهي نظري فيني ماني لونزلز. سواهي ماني لونزلز. يا بعد يا طفل سواهي ساطفل ما نار. هاي شنو هاي؟ انتو يا طفل بسرعة. لا حقت. هاي يا خبر ولك بويات. لا بويات وبويات يا خبر. يا بويات البويات ذني ذني؟ ايه صدق مسيب. جيب لي اياه. تعالي ماي هاند المكتساي. انا اوتاكو. تعرف تاكل اوتاكو. شباب بالله عليكم هذا قصف. قصص حط ايدك اطفر روح. لا بعد عندي وقت، بعد وقت. اطفر حطها اطفر حطها زين. يو شباب راح اقطع الفيديو وبعدين ارجع. شباب رجعت لكم. اشتغل هالساعة السريع الساعة قاعدتي صارت تختلف. هاي نوع هاي مرة ما رح نوع هاي تصير. شوفوا يا شباب
بالذات في الشيء العراقية. شباب كلمة اليوتيوبر كلهم ما يعرفوها، ما يفهموها يعني، أقصد اسمها بس العراقية خاشوبة. شباب بني عليكم، مين واحد منكم مو عراقي ها يعرف كلمة خاشوبة؟ كلمة صعبة. ويا شباب مثل ما قلت لكم سويتها سان أرجع على متنوقع نونا راح تنزل مامي لونجز ليجز. I asked you to play fair, and you cheated! I hate cheaters! Now, we're going to play one last game! It's called Hide and Seek! أميرة فليت صادق تخيل وين وصلت، تجي يمي وين؟ قل لهم على مود ما يحكون. شوان راحوا سطح هاي عودة دائكم. يلا يا شباب رجعنا لكم. هو رحت للاستقبال يا مصادق كان يقرأ، هو لا تسألوني شنو، هسا راح أراويكم وإحنا راح تجب علينا سلو مامي لونجز ليجز نونة. خلوني أنا بالنص. يلا ماما ما شفت لحتي زين ليت من ماما ما شفت بعد قاعد تحسب؟ لا يعني راحت؟ اي راحت بعد ما تجي حاسة شوية وتجي من فين؟ شلون لا تسألون؟ من السطح؟ هنا راح تجم علي؟ من لو انا متوقع لا ما راح تهجم، لا تهجم من السطح. يلا شو وقت تهجمين من السطح؟ تهجمين من السطح من فوق؟ اي من فوق؟ بلكت صادق يتذكر الرمز هنا انا يقولون راح يموت سبون زباني. شنو الرمز؟ انا لا اتذكر. اول شي واحد ازرق، لا ازرق احمر بالنهاية، اخضر لا مو اخضر طبعا جبت لكم ازرق اصفر اخضر احمر. اي صحيح Thank you.
وين قلت؟ إيه من حالة الفرن لما نقويها سويها سويها لحم مجهول نعم كون حلو فكر خنقول هسه أنا هنا ها اجيت كون هو بكي أمش إيدي خلا أتدرب عليها ليش لا كون أمت إيدي بابا وآخذ جسمها وأحطها باب علي تقدر تفتح باب وحده ولما تدخل تسحب الباب الثاني لا يعجبني انا هيك هسه انا اقدر افتحها بس مو وقتها خلي اتدرب بعد بعد تدخل بالمجال بابا لا اوكي اوكي يعجبني اجي هيجي احط ايدي اجي هنا يعني لا مو هيجي خلينا نقول رجعت احط ايدي واخذ الكهرباء احطها هنا قبل ما انا خايف خايف الدرجة لا استطيع ان اوصفها لكم يلا يا شباب راح نروح وتلحق ورانا مامي لونجز ليجز وراها ترجع تلحق ورانا مامي لونجز ليجز مرتين أنا مامي لونجز ليجز مو مامي لونجز ليجز الأم ذات الأرجل الطويلة اسمها بس أنا نفذ الخطة رقم الخطة رقم واحد I'm die راحت وات بس لا تقدرني خلا غمض عيوني ونطلع هسه المرحلة الأكثر تخويفا في الدنيا شوفوا شباك العنكبوت زي منو يخلي ذني الشباك لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد لا اله الا الله محمد رسول الله لا لا اله الا الله لا اله الا الله لا 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 متت يا ريت لو الجلتش ينجح صدق وصلت النهايه لا تقتلني تختمها بعد ما تخاف اخ مطبخ صراحة شباب أنا نص ونص خايف ومو خايف على رغم بالحقيقة إذا ما أدري ليش أرجف بس أنا ما خايف الله أنت محصور خاف تسويها على روحك مو وقتها شباب المعلومة أمير محصور في احتمال يسويها على روحه إذا شفت الفيديو انقطع معناها سواها على روحه شباب هو أنا لا أنا ما راح أسويه صدقني لا لا يا مطاية لا تقول لي هم راح ترجع تلحق ورايا مو وقتها ذا ترجع هم زين والله مو وقتها مو شباب وصلنا الفيديو من أعجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة إذا ما مشتركين ومع السلامة.